اهلا بيكم الزملاء الدكاتره. احب اعرفكم بنفسي، انا استاذ دكتور نشأت لطفي، استاذ علاج الاورام والطب النووي في كليه الطب جامعه اسكندريه، وفي هذا المجال من سنه 78، يعني تقريبا 40 سنه. وشفت كتير وقابلت كتير وعالجت حالات كتير وعشت مع الحاله، لان دايما طبيب الاورام بيبقى فيري كلوز وبيبقى قريب جدا من المريض تيل ذا اند. فانا عشت كتير مع مرضى وشفت قد ايه السكه بتاعتهم بتمشي، والى حد ما اصبح عندنا انسايت. يمكن بالنسبه للجونيور ستاف لسه ما عندهمش الانسايت ده، ولسه عندهم الانسوزيازم بتاع العلاج، ولازم اعالج ومهما كان هعالج، خط اول وخط تاني وخط تالت، واجرب الاميونو ثيرابي اللي بيقولوا عليه والتارجت ثيرابي اللي بيقولوا عليها. انما الانسايت بتاع واحد بقاله 40 سنه ان لازم نعرف المرحله وين تو ستوب، امتى اقول اي ويل نوت تريت. This is very important because you are، لانك انت بتدي امل كاذب وبتطول فتره المعاناه للمريض واسرته، على الرغم من انك انت عارف من دراساتك ومن الابحاثات اللي موجوده على مستوى العالم ان كل ما هيحدث اقصى ما تتمناه هو زياده اسبوعين ثلاث اسابيع في عمره، وثلاث اسابيع في عمره مش بيخرج وبيتفسح وبيتنطط، ثلاث اسابيع هو قاعد متالم من العلاج ومن المرض، وانت بتطول عليه فتره احتضاره. نصيحتي ان كنتوا ما تجروش ورا كل حاجه جديده، امشوا ورا الحاجه المستقره الستاندرد اللي احنا بنعالج بيها، وده معروف في معظم انواع الاورام. الحالات التانية اللي هي الاورام اللي ملهاش ستاندرد تريتمنت وملهاش افكتيف تريتمنت، ملهاش علاج فعال ومؤثر، اسال اللي اكبر منك، نعالج ولا ما نعالجش، ولا مجرد ان احنا نديله علاج تلطيفي. القرار بتاع عدم العلاج اهم من القرار بتاع العلاج. انت ممكن تعيش المريض واهله في وهم وتصرفهم اللي قدامهم واللي وراه for the sake of nothing، نتيجة بس عدم درايتك وعدم رؤيتك للمستقبل بتاع الحالة. لما بتشتغل كتير أكتر كل حالة أنت بتقابلها أنت شايف هي رايحة فين وهتوصل لفين، فلما بيكون عندك الإنسايت ده أنت بتاخد قرار أحسن. واستعينوا بخبرات اللي أكبر منكم يمكن يفيدوكم، وأتمنى لكم مستقبل كويس و تبقى الشفاء على ايديكم بإذن الله.